أهذا بيت؟ نعم، هذا بيت. أهذه سيارة؟ لا، هذا بيت. ما هذه؟ أهذه طائرة؟ لا، هذه سيارة. أهذا سرير؟ لا، هذا كرسي. هذا حصان سريع. هذه الزهرة الجميلة برتقالية. النجم كبير وبعيد. هذا كتاب الطالب. هذه ممحاة الطالب. أين حقيبة المدرس؟ ما اسمك وما اسم المدير؟ ما اسم طبيبك؟ أحمد ذهب من فرنسا إلى روسيا. أحمد يتكلم اللغة العربية. أين الطالب الجديد؟ هو في المكتبة. المدرس الذي خرج الآن من الفصل من الهند. زميلي من اليونان. التاجر يبيع الخضروات في السوق. يوجد فنادق كثيرة في ذلك الشارع. هل الطلاب من بلد واحد؟ لا، هم من بلاد مختلفة. أحمد يستخدم المنبه ليستيقظ مبكرا. هو يستيقظ مبكرا ليصلي. ماذا تفعل؟ جدتي تصلي. ذلك الرجل يقرأ الصحيفة. الأطفال يأكلون البيض كل يوم. هل هذا صحي؟ طماطم، عنب، بصل أخضر، عصير، ليمون، برتقال، قطعة جبنة، ثلاجة. الطعام داخل الثلاجة. فراولة، كوب شاي، شجرة خضراء.